الحكومة الحالية؟ الحكومة الحالية؟ لا، ما أقول أن أكو دعم سياسي، لأن هذا تدخل سياسي في البلد. هل إحنا نعتقد أن أكو فوائد لشخصية دولة رئيس الوزراء؟ وأكو يعني سياسيين كثيرين في البلد يعني أعجب بهم. مثل من؟ كثير من النخبة السياسية عندهم واحد بس. بس خلينا نكمل في نقطة دولة رئيس الوزراء. تفضل. الفوائد أنه تدرج في الحكومة، ولذلك ما كان بالمنفى، ولذلك عنده اهتمام بعملية الحكم، مو أقلية المعارضة، أقلية الحكم، وهذا فعلا فائدة كبيرة. طيب، بس ما أريد أن أقول أن في الانتخابات إحنا وياه، هذا مستحيل، لأن إحنا مو بأيام نوري باش السعيد والسفير البريطاني.